ذكرت بسيط. بقى موضوع العادات السيئة، يعني احنا كده مش هنتكلم على الاكل دلوقتي، هنجيله تمام يعني، تمام بس ايه العادات السيئة اللي انا هعملها علشان تؤهلني لموضوع تمام الكرش؟ انا مش عايز يطلع لي كرش. اولا رقم واحد لو عايز ما يطلعليش كرش، ان انا يعني اكل 3 وجبات رئيسيه في اليوم، فطار وغدا وعشاء، واخد وجبتين صغيرين في النص بيبقوا عباره عن خضار او فاكهه، ده رقم واحد. رقم اتنين زي ما قلنا نهتم بمواعيد النوم، دي من الحاجات الكويسه جدا اللي هي بتعمل انتظام هرموني وبالتالي عدم حدوث خلل هرموني داخلي في الجسم، وبالتالي ما يبقاش فيه مسبب ثانوي ان هو يسبب لي تراكم الدهون في الجسم بشكل عام. رقم ثلاثه الامتناع عن، يعني احنا بنقول دايما المقليات اشد حاجه يعني خطر جدا وسبب مباشر لتكون الدهون في منطقة البطن، سواء بالنسبة للأطفال، سواء بالنسبة للشباب، سواء حتى بالنسبة للمراحل العمرية المتقدمة. فبنقول المقليات رقم واحد، الحاجات اللي هي الحلويات والحاجات اللي هي معمولة يعني بسكر مكرر، دي اصل من انا أكتر. عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا معانا صوره برضو هنشوفها لأطعمة تمام شكلها مغري جدا، تمام احنا بنقول ما بنحرمش فيها حد. حلويات وفيها يعني كلها زي ما حضرتك شايف كده. تمام احنا بنقول دايما الحرمان هو السبب الرئيسي للاصابه بكل حاجه وحشه، يعني انا ما بحرمش حد ولكن بقنن. احنا طبعا حتى في ثقافه الدايت او ثقافه الرجيم بنقول ان في حاجه اسمها ثقافه اليوم المفتوح، في حاجه اسمها الاوبن داي، ممكن اخد الاصناف دي على الرغم ان هي ممكن تكون دسمه او هاي كالوريك او حتى المكونات بتاعتها ممكن تكون غلط شويه او تسبب، لكن الـ 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 يعني الاحتفاظ بنمط صحي طوال الاسبوع ممكن يعمل اوفر سكيبنج او سكيبنج للوجبه دي وما تاثرش يعني سلبا على عديها، الجسم. يعني بالظبط ممكن كده الانسان الطبيعي ما يعني ما يخليش نفسه في حاجه، تمام. عايز زي البيتزا اللي احنا شفناها دي ممكن ياخد حته، عايز طبعا طبعا ساندويتش برجر ممكن ياخد حته، تمام. ما يحرمش نفسه زي ما حضرتك قلت. الحرمان هو احد الاسباب الرئيسيه لنهم الاكل وبالتالي الاصابه بالسمنه وبالتالي تراكم الدهون في الجسم بشكل عام. لما نقول دايما يعني التوازن، الانسان لازم يبقى متوازن في حياته جدا ما بين الهيلث لايف ستايل او اسلوب الحياه الصحي اللي هو غني جدا بالخضروات، غني جدا بالفواكه، قليل وليس ممتنع عن النشويات، قليل المحتوى من الدهون وليس ممتنع عن الدهون. فكره التوازن الغذائي ان انا اخد كل الاكل وكل الحاجات الاصنفه، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، خلى لنا الاكل والشرب طيب، ولكن فكره التقنين او التنظيم هي اللي بتخلي الانسان يعني يبقى متوازن وبالتالي فرص تكون دهون البطن بتبقى قليله طب جدا. بما اننا بنتكلم عن الاكل، في ناس تقول لك المكرونه تمام البيضه على تمام وجه التحديد يعني تمام ما بتعملش كرش، دي حاجات خفيفه. والله ده كلام صحيح جدا، ولكن لو كانت الكميه مقننه، يعني احنا بنقول دايما في حصص غذائيه مسموحه لكل فرد بحسب العمر والنشاط والمجهود الحركي والرياضي و بنقول دايما يعني 5 أو 6 معالق مكرونه، ودايما يعني بنميل اكتر مكرونه اللي هي الغامقه او البنيه او اللي هي نسبه الالياف فيها بتبقى اكتر، دي بتبقى من اكتر الحاجات اللي بتدي الجسم مصدر طاقة مستمر، أو يعني بنسميها مصادر الطاقة الكاش انرجي أو الطاقة السريعة للجسم، وبالتالي ممكن ما تزودش فرص تكون الدهون في الجسم. احنا بنقول دايما الإفراط فيه، يعني أنا حضرتك قلت 6 معالق، في ناس بياخدوا طبق واثنين وثلاثة، دي احنا حاجة بنسميها ريفايند كربوهيدريتس أو الكربوهيدرات المصنعة، بتستحس أو يعني بتستثير البنكرياس إن هو يطلع أنسولين كتير، الأنسولين هرمون بناء، طلع الأنسولين يبتدي ياخد السكر الكتير جوه يبتدي يحوشه في الدهون. فبنقول دايما يعني يعني لا افراط ولا تفريط، الاعتدال والوسطيه هو ده اللي ممكن يخلينا ناكل كل الاصناف من غير ما نبقى محرومين او حتى نبقى مصابين بالكرش.